وزي ما عودناكم مشاهدينا كل خميس معانا كيمي وجي جي ستايلينج حيكلمونا عن البيسك فور ترينز ل 2017-2018. هاي بنات، اهلا. كيف حالكم؟ الحمد لله. زي ما بنقول دائما انتم صرتوا مننا وفينا وكل اسبوع انتم معنا. ونبدا ايش؟ التعليقات في السريع. اكيد. يلا نبدا نشوف الصور عشان ايش؟ نكمل اللي بدأناه الاسبوع اللي فات. كمان يعني قلتوا حنشوف توقعاتكم ل 2018، يعني بس قبل ما نشوف ايش توقعاتكم ل 2018 بصفه عامه، كيف كان 2017؟ حلو. في يعني بريكنج ذا رولز، يعني كان في موضه كثير، يعني موضات كثيره او ترندز متعودين عليها كلها تقريبا. اتس اول اباوت بريكنج ذا رولز. بنفس الوقت في سندنج مسجز، يعني مسج السلام ثرو الالوان المفرحه. حلو. كان في جراءه. وش رايكم حيكون فيه في 2018؟ احس راح يكون شيء يمكن مو متعودين نلبسه، يمكن اتوقع انه اجرى، ما ادري، يمكن اجرى او شيء جديد. صدق ديجيتال يمكن. كل شيء ما ادري، اتخيل زي يعني مع التطور والتواكب السريع هذا اللي قاعد بيصير، ما نعرف بصراحه ايش حيصير بعد اسبوع. صح. فلو نشوف الصور، يلا نشوف الصور. هذه بورد شولدرز الحين موضة، أي شيء اللي عليها الأكتاف. صح. اللي الأكتاف تكون عريضة. أنا لاحظت في العبايات، حتى بالعبايات. أي صح. أنا لاحظت ريب والجاكيتات حقت توم بوي جاكيت. بليزرز كمان هذه تطلع مجموعة من البليزر بكتافات كبار كذا. إيه هذه مرة الحين ترند. فإيش إيش هذه بعد نفس الشيء، بس هنا كانه نفس السايز وسيع بزياده. هو كذا السايز حقه، يعني ممكن يكون هو اصلا البوينت الشولدرز، يعني مو شرط يكون بس جاكيت، عادي بلوزه او كذا. بس حتى الجاكيت اللي فيه هذه حقت الاكتاف تكون كانها حق يور بوي فريند، عرفتي؟ او يعني حق البوي، يعني هو حق الرجال. يعني هي القصه الجاكيت وسيعه. طيب كنت ابغى اسالك هيفاء، ايش رايك في اللون الاحمر اللي شفناه؟ اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن اللون الاحمر. بيج ام ا بيج فان، بس اختاري ايش الدرجه اللي تناسبك. نفس الوقت ممكن تكون اكسسوري، ممكن تكون لبستك، او ممكن تكون بوتس. اوكي. واحد من الافكار انه يكون لبسك مثلا اسود او ابيض وبس، سلاش اوف تكسري لها. ونصحتي عبير كيف تختار اللون الاحمر، انه هي عدوه الاحمر ونفسها لبسها. انا احمر اللون. يمكن هي الحين نبدا بينك. نرفزني. نبدا بينك معاها. ممكن صح. نبدا بعدين نتدرج لين بعدين نتدرج لين نوصل للاحمر. ونشوف الصوره الثانيه، بنشوف في كثير طالعه هذه الموديلات اللي بتكون شويه غريبه وثقيله. بالنسبه لهذه الكولر مره يعني حلو، تعطي جاذبية وتعطي أناقة لللبس، وحتى ممكن تلبسينها على أكثر من لبس. يعني ممكن نفس الرقبة، هذه الأكسسوري حقت الرقبة، تلبسينها على أكثر من لبس. صحيح. وفيه الحين يعني مثلا فيها لذر. صح. وفي زي الأكسسوريز فتغير، وحتى سيلبرتيز كثير كانوا لابسينها. وعلى فستان سادة. على فستان سادة مرة يحلي صدق اللي كذا. طيب كل ما بيعرض هل بتحس انه بيعطي مدى او بيقصر؟ لانه احيانا في ناس ما عندهم مدى طويل في الرقبة. راح يعطي مدى. أي. لانه بيصير كاموفلاج. اوكي. ما راح يصير عندك توقع للاكزاكت للسايز بالضبط. ايه. فراح يكون بالعكس يعطيكي فكرة. أي. انه اطول. ايوه. او احلى. ايوه طبعا، يعني في كثير احنا عندنا من الصور، واحنا تكلمنا الان بشكل سريع عن توقعاتكم ل 2018. نحب نشكر تواجدكم معنا اليوم. شكرا. فان شاء الله بنشوفكم الاسبوع الجاي في ان شاء الله جلد جديد. ان شاء الله. ومشاهدينا بكذا نكون خلصنا حلقاتنا لليوم، نشوفكم بكره في امان الله.